طيب يا شيخي، حكم عدة المختلعة؟ المختلعة تنازع العلماء في عدتها، فيرى ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما، وينقل عن ابن الزبير أن عدتها حيضة واحدة، وفي بعض المقولات لعثمان إذا طال بها العهد، يعني طال بها الأمد في البعد عن زوجها لا تعتد. ده كلام عثمان في رواية، لكن الصحيح أن عثمان مطلق وابن عباس حيضة واحدة. الجمهور يقولون ثلاث حيضات، فاتبع نظام بلدك. القضاء المصري يقضي بأن القلع تطليقة واحدة بائنة. خلاص؟ يعني الأحوط إلزم قوانين بلدك. القلع يعتبرونه تطليقة واحدة بائنة، فيلزم فيما يلزم في الطلاق من العدة ثلاث حيضات.